أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد ودائما بإذن الله تعالى متجدد، وحلقات علم النفس وعلم الاجتماع. حلقة اليوم إحدى حلقات علم الاجتماع، هو العلم الذي يدرس مشكلات المجتمع من أجل تقديم حلول مقترحة لها. ولكن قبل أبدأ هذه الحلقة أرحب بك العزيز دكتور حسني، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذ أيمن وأبنائنا الطلاب بخير، ونتمنى لهم إن شاء الله التوفيق والسداد. أعزائنا الطلبة، بنقول دائما إن علم الاجتماع قلناها في المقدمة بيهتم بكثير من قضايا سواء الفرد أو الجماعة أو المجتمع من أجل تقديم حلول مقترحة لها. كان قديما علم الاجتماع بيهتم ببعض المشكلات المحلية وأيضا القومية والإقليمية، أما الآن الوضع اختلف دكتور حسني، أصبح المجتمع الدولي هو مشكلة كبرى أو قضية كبرى بتشغل بال علماء الاجتماع. نعم تمام. يمكن ده يعني بسبب التطورات التي حدثت، فهناك مشكلات يعني بتكون يعني محلية وبتمتد أن تكون إقليمية وبتتحول أن تكون عالمية. ومدام هذه المشكلات يعني بتخص الإنسان الذي يعد يعني من ضمن الموضوعات التي يهتم بها علم الاجتماع، فمن هنا بيكون فيه دور لعلم الاجتماع. ومن أهم هذه القضايا اللي هي القضية اللي سوف نتناولها اليوم، وهي قضية العولمة. وطبعا زي ما احنا عارفين وبنسمع كثيرا عن العولمة، وأصبحت بتؤثر في كافة المجالات وكافة التخصصات. ومن هنا بدأ علماء الاجتماع يبحثوا في هذه القضية، ما لها وما عليها، ايه سلبياتها ايه ايجابياتها، طب ازاي ان احنا يعني نحقق اكبر استفادة من ايجابيات هذه العولمة، طب ازاي ان احنا نتغلب على سلبياتها ونقي انفسنا من هذه السلبيات. طب دكتور حسني، متهيألي يعني المسميات القديمة دي مسمى جديد او مصطلح جديد كلمة نعم العولمة دي، يعني ما كانش موجود منذ قبل. لا، هو العولمة على فكرة هي موجودة، هي موجودة من القديم، ولكن هذا الموضوع نتيجة يعني للتغيرات والتطورات التي حدثت في وسائل المواصلات والاتصالات، زاد من حدة الآثار المترتبة عليها. يعني ظهرت بوضوح بقى. نعم بوضوح. زمان كان فيه غزوات وكان فيه دولة بتستعمر دولة أخرى قديما، إمبراطوريات عالمية. نعم. وكانت هناك انتقالات، أفراد بينتقلوا إلى مكان وبيهاجروا إلى مكان، وأفراد بينتقلوا إلى التجارة وهكذا ويستمروا فترة في دولة ما. كل هذه يعني تجسد بشكل أو بآخر، هي نوعا يعني أو شكل من أشكال العولمة. تمام. إذن العولمة هي ليست يعني موضوعا يعني جديدا، بل هي موجودة منذ القدم، وإن كان المسمى هو يمكن حديثا هو مسمى العولمة، أو بدأ تظهر بشكل واضح أول لما نعم بدأ العلم بتاعنا علم الاجتماع يهتم نعم بيها بشكل كبير. تمام تمام. فطلابنا دلوقتي بتسألوا يعني إيه العولمة؟ العولمة بكل بساطة هي عملية يتحول من خلالها العالم كله، كل العالم، إلى مجتمع واحد تتعدى ثقافاته وحضاراته وتتشابه فيه نظم الاقتصاد والسياسة والعلاقات الدولية والاعتماد على نظم الاتصال الحديث. دي معنى العولمة. طب نيجي نحلل هذا التعريف. العولمة عملية تحول من خلالها العالم كله إلى مجتمع واحد. يعني احنا دلوقتي واحنا قاعدين في مصر ممكن يعني نفتح مثلا أي قناة مثلا في أي دولة نتعرف على الأحداث التي موجودة فيها. ممكن أي ظاهرة في أي مكان من خلال التلفاز ومن خلال وسائل الاتصال الحديثة نتعرف عليها. إذن دلوقتي أصبح العالم كلها والدول كلها أصبحت بمثابة مجتمع واحد. طيب بعض يقول لك ده قرية صغيرة. نعم. تمام. طيب تتعدى ثقافاته وحضاراته. إن خلي بالك في ظل نظام العولمة التحدي اللي بيقابل كل الدول إن هو إزاي أي مجتمع بيحافظ على ثقافته متفردة. بمعنى أنا ممكن أتأثر بإيجابياتك، بس إيه ما تأثرش عليا بسلبياتك. يعني أنا بمعنى أن أنا أحتفظ بثقافتي وأحتفظ إيه بحضارتي، زي مثلا إحنا ما زلنا في مصر حتى الآن إن شاء الله ونستمر نحافظ على ثقافتنا بكل ما فيها من عادات وتقاليد وقيم، ولا نتأثر بالسلبيات التي تأتينا إيه من الخارج. دكتور حسني، حضرتك بترد بقى على بعض الناس المنتقدين للعولمة. نعم. وكان هنتحدث عنها بعد نعم كده، ولكن بنقول ان بعض الناس بيرى ان العولمة بتهدم او يحدث ما يسميه بتصادم الحضارات. نعم. او الثقافات، طبعا شيء موجود،
لكننا بنقول دكتور حسني ممكن نوضح دلوقتي، الانسان ياخد من الاخر ما يناسبه ولا يناقض ثقافته او دينه الذي يمتاز به. يبقى اصبح عندنا العولمه وان كانت قديما، اما الان اصبحت وسائل الاتصال الحديثه الانترنت وغيره، واصبح الاقمار الصناعيه قربت العالم اكثر من ذي قبل. يعني العولمه فكره قديمه لكن ظهرت بوضوح واهتم بها علم الاجتماع الان من اجل فرد جزء كبير من دراساته لدراسه العولمه، سواء سلبياتها او سواء ايضا ايجابياتها. اتفضل دكتور حسني. طيب يبقى معنى ذلك ان ان رغم ان ان العالم ده كله اصبح بمثابه دوله واحده او يعني قريه كونيه صغيره، الا ان في حاجه لم تتغير وهي ايه؟ الثقافة والحضارة. فيها تفرد، بمعنى أن كل دولة من الدول لابد أن تحافظ على ثقافتها وعلى حضارتها. طيب إيه اللي حصل فيه تشابه؟ اللي حصل فيه تشابه نظم الاقتصاد، بمعنى يمكن من أقرب ومن مظاهر هذه العولمة اللي هي مثلا اتفاقية الجات، وبعض الاتفاقيات التي تعقد مثلا على سبيل المثال في التبادل إيه؟ التجاري. تمام، انت مثلا نستورد منك حاجه مقابل ان انت ايه تصدر لي حاجه، او انت مثلا علشان استورد منك يعني هذه الماده او هذا المنتج لابد ان انت تستورد مني مواد خام معينه. يبقى هنا ده اللي احنا بنقول ايه، يعني اصبحت النواحي الاقتصاديه بتحكمها قوانين وبروتوكولات بتوقع عليها كل الدول. طيب دكتور حسن، هنا نقول ان السوق التجاريه العالميه كان فيها بعض القيود وزيلت الآن إلى حد كبير. نعم. طبعا مش نعم. تماما، لكن إلى حد كبير. طبعا بنقول إن التجارة العالمية فيها تصدير وفيها استيراد. نعم. كان في حاجة اسمها ضرائب وحاجة اسمها جمارك، دي كان بتقلل من السوق التجاري العالمي، لكن الآن للطبقات الدولية أو البروتوكولات الدولية أزالت كل ده. أصبح الآن أنا ممكن أصدر لدولة ما شيء كان الأول أو منذ قبل كانت صعبة شوية، دي الآن أصبحت أسهل بكتير. برضه بستورد بعض الحاجات الآن برضه أصبحت أسهل بكتير نتيجة إيه؟ خفض الضرائب والجمارك. أو دكتور حسني قال النهارده ممكن أصدر لك حاجة مقابل أستورد منك حاجة تانية. يعني أصبح الآن كأنه بالظبط قاعد في مجتمعه بيعمل مثلا سلعة وبيبدأ يبيعها في السوق بتاعه، اللي مش محتاج بقى يصدرها بره كأنه بالظبط داخل بلده. المجتمع كله أصبح كأنه مجتمع واحد أو كقرية صغيرة يتبادل فيه السلع والخدمات بشكل أسهل من ذي قبل. ده كفكرة. تمام. اقتصادية أو ممكن نسميها العولمة من الناحية أو الجانب الاقتصادي. تمام. طيب إن 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 الناحية السياسية، طبعا الطلبة يقول يعني هل بتتشابه مثلا السياسة في دولة إلى دولة أخرى؟ لا، ليس هذا هو المقصود، ولكن إيه؟ إن المقصود هنا إن فيه تشابه في النواحي السياسية، بمعنى أن فيه هناك حريات وفيه ديمقراطية وفي احترام لحقوق الإنسان، ودي أصبحت من القضايا اللي هي بتناقش على المستوى إيه؟ العالمي والدولي. طبعا. إذن معناه أن الدول هنا بدأت تتأثر بأنه لابد أن تكون هناك في حريات واحترام الرأي الآخر، أن تكون هناك فيه ديمقراطية، أن تكون وأن تكون من كافة النواحي السياسية. بتخص كمان ده في نقطة برضو مهمة قوي، إحنا عندنا ناحية سياسية معناها تشريعات وقوانين، في دستور لكل نعم. دولة أو نعم. لكل مجتمع، لكن الآن ممكن ألاقي فيه دساتير، لك دساتير دولية. نعم. يقول لك مثلا حقوق الإنسان، من يخالف تلك الحقوق بيلاقي فيه عقوبة دولية. تمام. يعني المجتمع الآن أو التشريع ما أصبحش بقى خاص بالدولة، وإن كان هناك طبعا في برلمانات محلية أو إقليمية، لكن أيضا هناك برلمان عالمي بيصدر تشريعات العالم كله بيلتزم بها، ومن يخرج على تلك الالتزامات أو التشريعات بيلاقي عقوبة دولية من كل دول العالم. يعني بالفعل أصبح المجتمع إنه مجتمع صغير أو قرية صغيرة. تمام. طيب العلاقات الدولية، من مصلحة الدول دلوقتي كلها وخاصة الدول الصناعية أن هي بتفتح مجالات مع كافة الدول الأخرى التي يعني تصدر لها وتستورد منها وهكذا، فأصبحت هناك العلاقات الدولية علاقات متشعبة حول مختلف أنحاء العالم، بمعنى أن الدولة قد تكون مثلا منذ مثلا يعني منذ القدم لم توجد بينها وبين دولة أخرى علاقة. فعلاقة المصالح هنا بتتطلب أنها لابد أن تكون في علاقة دولية على مستوى التمثيل الدبلوماسي وعلى مستوى المعاهدات والبروتوكولات وهكذا. يبقى من هنا أصبح إيه؟ أن في علاقات دولية. يبقى إذن أن العولمة أيضا فرضت على الدول أن تفتح مجالات وتفتح قنوات للاتصال بين إيه؟ الدول بعضها البعض. تمام. تمام. الحاجة الأخرى أن ده كله ده
بيتحقق من خلال الاعتماد على نظم الاتصال الحديثة، لأن بدون الاتصال الاتصالات الحديثة زي مثلا الميل وزي مثلا الفيديو كونفرنس أو مثلا عاوزين ننقل الواقع الافتراضي، مثلا مؤتمر مثلا بيكون مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية، من الممكن ان انا هنا وانا في القاهره يعني تشارك في هذا المؤتمر اشارك ومن الممكن ان اطرح اسئله ومن الممكن وهكذا. يبقى اصبح هنا ان الذي يسهل هذه العمليه هو وسائل الاتصالات الحديثه. تمام. يعني اصبح عندنا دلوقتي ممكن نقول ان الناحيه السياسيه والاقتصاديه العولمه ظهرت فيها بشكل واضح جدا. نعم. دون بقى الجوانب الاخرى نترك ليها وهي الجوانب الثقافيه. نعم. ودي الى الان بنقول توجد بها كثير من المشكلات او المشاكل اللي علم الاجتماع بقى بيحاول يتطرق اليها عشان يقدم حلول مقترحه لها. تمام. السؤال بقى اعزائي الطلبه، زي ما طلبنا من حضراتكم منذ بدايه العام الدراسي ان احنا نجهز كشكول ونكتب عليه بنك الاسئله في علم النفس وعلم الاجتماع، وزي ما احنا تعودنا ان احنا هنطرح على حضراتكم سؤال يتعلق بالجزئيه التي قمنا بشرحها. والسؤال الذي سوف نطرحه الان: عرف العولمة أو وضح ما المقصود بالعولمة. يبقى السؤال من الممكن أن يأتي على هذه الجزئية: عرف العولمة، وضح ما المقصود بإيه بالعولمة. ننتقل إلى جزئية أخرى. طيب، العولمة عملية مستمرة وتلقائية. عزيز الطالب، هذه الجزئية من الجزئيات المهمة والتي هي بمثابة سؤال في الامتحان. العولمة عملية مستمرة وتلقائية. عملية مستمرة وتلقائية. يعني ايه عملية مستمرة وتلقائية يا استاذ ايمن؟ يعني معناها انها بتحدث، لا تحدث بتخطيط مسبق، يعني حاجة تلقائية، يعني بتحدث نتيجة ايه؟ ان هي ما فيش يعني حاجة مباشرة بتقول لك ان انت لازم ايه تخش مجال العولمة، ولكن وسائل الاتصالات والمواصلات هي التي ادخلتك، او مثلا نظام الهجرة او الغزو وهكذا. يعني العوامل التي تؤدي هي الى العولمه هي التي اجبرتك ان تكون جزءا من هي من هذا. تمام. النظام. يعني محدش قال عايزين نعمل عولمه. تمام. او طرح الفكره دي، ولكنها. نعم. موجوده، ظهرت تلقائيه نتيجه تشابه النظم الاقتصاديه او السياسيه او وسائل الاتصال الحديثه الانترنت وغيره، بدا يقرب العالم من بعضه البعض، فظهرت العولمه دون تسبيق او دون تخطيط مسبق لكن بشكل تلقائي. تمام. نعم. يبقى اذن لا تحدث العولمه بتخطيط مسبق، وإنما بتحدث نتيجة لإيه؟ التطور في وسائل الاتصالات وفي المواصلات، ومن خلال الاحتكاك الثقافي، من خلال إيه؟ الغزو، ومن خلال إيه؟ الهجر. يعني مثلا على سبيل المثال، قد مثلا يكون بعض الأجانب مثلا اللي جو عشان يعيشوا في مصر، طب دول أتوا بالثقافة بتاعتهم بكل ما فيها من عادات وتقاليد وقيم، إذن ده يعد بمثابه ايه؟ ثقافات. بالتقاء ثقافات، يعني ده معناه يعني شكل من اشكال وسبب من اسباب العولمه. تمام. زي مثلا موضوع مثلا اما كان القوات اللي هي الامريكيه موجوده في العراق، هذا يعتبر شكل او سبب من ضمن الاسباب التي تؤدي الى العولمه، لان هؤلاء لهم ثقافتهم بما فيها من عادات وتقاليد وقيم. يبقى اذا كل هذه الامور بتجعل ان العولمه لا تحدث بتخطيط مسبق. الحاجة الثانية، إن النتيجة النهائية للعولمة هي إحداث صور من التشابه في أنماط الإنتاج والتجارة والتوزيع. يبقى النقطة الثانية اللي هي إن العولمة عملية مستمرة وتلقائية، إن النتيجة النهائية للعولمة هو إحداث صور من التشابه في أنماط الإنتاج والتجارة والاستهلاك. ويمكن تحدثنا منذ يعني لحظات عن هذا الموضوع اللي هو أنماط الإنتاج والتجارة والاستهلاك. النقطة الثالثة في هذا الموضوع، هذا التشابه لا يلغي الاختلاف، زي ما احنا قلنا في تعريف العولمة انها بتتعدد ايه؟ الثقافات والحضارات. يعني بمعنى اخر، ان حضارة كل مجتمع وثقافته من المفروض ان المجتمع يحافظ ايه عليها. اذا هذا التشابه اللي هو في انماط الانتاج والتجارة والاستهلاك، ده لا يؤثر ولا يلغي الاختلافات فين؟ في الثقافة، حيث تتنوع الثقافات داخل منظومة العولمة. يعني مصر دلوقتي يعني ايه بتتبادل تجاريا وفي علاقات دولية مع كافة الدول.
ولكن مصر محتفظة في بثقافتها وبحضاراتها وهكذا. يبقى إذن إن هذا التشابه في وسائل الإنتاج أو التجارة أو الاستهلاك لا يؤثر على إيه؟ على امتزاج الحضارات مع بعضها البعض. يعني مثلا الحضارة المصرية ما امتزجتش مثلا مع الحضارة مع الثقافة أو حتى أي ثقافة عربية أخرى، ولكن إحنا لنا تاريخ ولنا حضارة ولنا إيه؟ ثقافة بكل ما فيها من عادات وتقاليد وقيم. دكتور حسني، بس برضو بعض الدول غير العربية غير المصرية وجدت أن هناك تصادم بين الحضارات، يعني عندنا في بعض المناطق في اليابان، مش هقول بقى مناطق كاملة، لكن بعض الأفراد، خليها بشكل واضح، بعض الأفراد بدأوا يتأثروا بالثقافات الأخرى بشكل كبير، حتى ألغيت الثقافة لديهم المحلية. نعم. حتى وضع بعض الناس، بعض اليابانيات بيبدأوا يشقوا العين بتاعتهم عشان تبقى زي العين الأوروبية أو الأمريكية، ده كان ده واضح. نعم. يعني إيه؟ نعم. يعني حتى الشكل الملمح حبوا يغيروه. زمان كان لكل مجتمع ثقافة خاصة بيه، شكل الملبس بيحدد جزء من الثقافة. اجد مثلا انسان ماشي قدامي يقول لك ده من البلد الفلانيه بشكل الملبس بتاعه، دوت ده من البلد الفلانيه من الملبس بتاعه. اما الان تقريبا اصبح المجتمع كله في الناحيه اللبس كله عباره عن حاجه واحده، يعني ازاي اصبح واحد؟ بالفعل اصبح المجتمع كله في الثقافه الى حد ما متشابه، ولكن مع الاحتفاظ بالثقافات اللي هي العريقه داخل كل مجتمع ما. تمام. وهقول لحضرتك على حاجه، ويمكن ده موجود مثلا على سبيل المثال موجود عندنا في مصر، على الرغم من ان الانفتاح الثقافي والتوسع في الميديا والى اخره، وما زالت هناك الثقافات، حتى الثقافات النوعيه، ثقافه البدو لم تتغير، ثقافه يعني الريف لم تتغير، وهكذا. يبقى ان حتى داخل الدوله الواحده ايضا بنجد هناك تمسك بالثقافه. تمام. يمكن اللي حضرتك بتقول يعني اللي انت حضرتك اشرت اليه دي يعني ايه، يعني احنا بنقول حالات، يعني ايه حالات، يعني ايه يعني فرديه. أيوة. زي مثلا على سبيل المثال لما مثلا واحد من دول الخليج يسافر مثلا الى دوله اوروبيه، البعض منهم او الاغلبيه او الاكثريه بنجد انه ايه ما بيلبس الجلابيه والعقال ولكن هو ايه بيلبس البدله وايه والجرافات. تمام. ومنهم البعض ما بيجي هنا ايه القاهره وهكذا. يبقى ده يعني وده احنا بنقول انه بيحاول ان يتمشى مع الثقافه الثانيه دون ان يطغي ذلك عليه، هو الفتره المحدده. زي مثلا هنا في القاهره او تمام. مثلا في المدن لو يروح مثلا في الريف او في القريه بتاعته يلبس الجلباب. تمام. لكن تمام. هو في المدينه غالبيه وقته هو لابس مثلا الجرافطه او قميص البنطلون. تمام. ده بنقول ثقافته اللي هو انتقل بيها من مكان لمكان، موجوده الثقافه دي موجوده والثقافه الاخرى موجوده، ولكن بنقول هناك بعض العادات الى حد ما، وده اللي خلى بنقول تشابهت الثقافات والحضارات، فاصبح المجتمع كله كانه مجتمع واحد. ده اللي عمل فكره العولمه. نعم. تمام. طيب ننتقل بقى الى الجزئيه بقى الخاصه بالاسئله والسؤال على الجزئية اللي هي أن العولمة عملية مستمرة وتلقائية، الأسئلة التي من الممكن أن تأتي عليها تأتي بهذه الصيغة، سجل عزيزي الطالب مثل هذه الأسئلة. السؤال يقول: حدد الصواب والخطأ فيما يلي مع التحليل. العولمة عملية مستمرة وتلقائية، العولمة عملية مستمرة وتلقائية، يبقى هذه العبارة عبارة إيه؟ صحيحة. عزيزي الطالب لما يجي لك مثل هذا السؤال وتكتب ايه العباره، تكتب العباره صحيحه باللغه العربيه، ما تجيش تعمل لي علامه صح. عزيز الطالب لازم نركز ولازم ناخد بالنا، لان ده من الممكن ايه ان ده يضيع علينا بعض الدرجات. اكتب العباره صحيحه باللغه العربيه، ونبعد عن ايه موضوع الصح العلامات. العلامات نبعد عن موضوع ايه العلامات. طيب بتحدث العولمه بتخطيط مسبق، بتحدث العولمه بتخطيط مسبق، يبقى العباره دي عباره ايه خاطئة. طبعا. تمام. لأن العولمة لا تحدث بتخطيط مسبق، ونتكلم عن الثلاث نقاط اللي احنا ايه قلناهم تفصيليا. تمام. السؤال قد يأتي بصيغة أخرى، يقول لك بتنشأ العولمة بطريقة تلقائية. العولمة بتنشأ بطريقة ايه؟ تلقائية. هذه العبارة عبارة ايه؟ صحيحة. تمام. وندلل على، ما خلي بالك وبقول لك هنا مع التعليل، يبقى احنا نقول الثلاث نقاط ايه؟ السابقة اللي احنا ذكرناها منذ ايه؟ لحظة. السؤال يا أستاذ أيمن من الممكن أن يأتي بصيغة أخرى، يقول لك العولمة عملية مستمرة وتلقائية، أكد صدق هذه العبارة.
بس سؤال العولمة عملية مستمرة وتلقائية، أكد صدق هذه العبارة. تمام. يبقى أنا هنا محتاج إيه؟ إن أنا أذكر له الثلاث نقاط اللي إحنا ذكرناهم منذ إيه؟ لحظات. طيب السؤال من الممكن أن يأتي لك عزيز الطالب بصيغة أخرى، تحدث العولمة بتخطيط مسبق، هل تؤيد ذلك أم تعارض؟ أذكر مبررتك. يقول لك تحدث العولمة بتخطيط مسبق. طيب يبقى أنا هقف عند هذه الجزئية. طب الجزئية دي صواب ولا خطأ؟ الجزئية هل تحدث العولمة بتخطيط مسبق؟ يبقى الجزئية دي جزئية إيه؟ خطأ. ولا أؤيد ذلك. طيب يبقى هنا هل تؤيد ذلك أم تعارض؟ يبقى هنا إيه؟ لا أؤيد أو ممكن أعارض. إيه يبقى أنا، يبقى أنا في هذه الحالة أكتب كده إيه؟ بصورة كده يعني واضحة. سطر وحده خالص. سطر وحده. إيه يبقى أنا إيه؟ أعارض أن إيه؟ أن العولمة تحدث بتخطيط مسبق. وخلي بالك كلمة أعارض أو أؤيد لو كانت العبارة صحيحة تمام دي عليها إيه؟ درجة. فأنت حضرتك من الممكن أن أنت تذكر المبررات بس ما تذكرش إيه؟ أؤيد أو لا أؤيد أو إيه؟ أو أرفض أو وهكذا، يبقى طرت منك درجة إيه؟ وأنت بتقول سبحان الله والحمد لله. تمام. خلي بالنا السؤال بيقول لي تؤيد أم لا، أو تؤيد أو تعارض، لازم أكتب كده. السؤال بيطلب مني كده أكتب أؤيد أو أعارض سطر لوحديه. ليه؟ بتوصل له عليها درجه. طب وبعد كده بيقول لك اذكر مبرراتك عليها درجتين، زي بالظبط يقول لي صح ام خطا مع التعليل. كلمه العباره صحيحه او العباره خطا في بعض الناس بتنساها، يعلل على طول. طبعا ده خطا لان السؤال بيقول لي ايه؟ يعلل صحه او خطا العباره او صح ام خطا مع التعليل. نخلي بالنا امشي مع السؤال واحده واحده. وعلى فكره علم النفس وعلم الاجتماع بيعلمنا في كل المواد نعمل ايه لانه يدرس سلوك الانسان. هنا بنتعلم ازاي نجاوب الاسئله بتاعت الامتحان، مش في علم نفس الاجتماع ام برضه في المواد الاخرى. فنخلي بالنا الجزئيه دي، يبقى انا اؤيد او لو اؤيد اكتبها في سطر لوحديها. بعد ذلك ابدا اذكر مبررات اللي انا ذكرتها الان في كذا سؤال. يبقى يا دكتور حسن الان لما يقول لي ممكن في الامتحان يجي لي سؤال بصيغه واثنين وثلاثه واربعه، في الامتحان مش هقول لي جزئيه واحده وكذا صيغه، هيجيب لي صيغه واحده. يبقى الجزئيه دي احنا خدناها بكذا صيغه، استحاله يخرج منها امتحان اخر السنه بكل الصيغه اللي حضرتك ايه تفضلت بيها. تمام. تمام. طيب دلوقتي بقى ان العولمه دي اللي الناس بتقول لك ان العولمه فيها سلبيات، طبعا هي لها سلبيات. تمام. ولكن ايه ان احنا ايضا لابد الاشاره الى مزايا ايه العولمه. وعزيز الطالب يعني لابد ان احنا لما نيجي ننقد حاجه او ننقد مثلا يعني شخص معين او سلوك شخص معين، لازم كده نتعود في حياتنا ان احنا نذكر مزايا هذا الشخص الاول، وبعدين نقول له ايه نقاط الضعف اللي موجوده عندك. او انا مثلا ايه اما انقد مثلا قصه اقول المزايا بتاع القصه في البدايه، وبعدين اقول ايه نقاط القصور. يبقى احنا نتعود كده في حياتنا عزيز الطالب ان احنا لما نيجي ننقد حاجه او يعني ندرس موضوع معين نوضح في البدايه مزاياه وبعدين ايه عيوبه. تمام. ويمكن ده اللي هو مقصود في الكتاب، يعني العرض اللي موجود في الكتاب ده مش يعني كده مش محطوط يعني هبان، ولكن هو محطوط من اجل ان احنا بيعلمنا حتى في مواقف الحياه المختلفه. انا لما اجي انقد حاجه لازم اوضح مزاياها الاول وايه وعيوبها. اما اجي مثلا انقد امتحان علم النفس وعلم الاجتماع تمام في نهايه العام، تمام، اقول والله ان الامتحان ده مزاياه كيت وكيت 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 وكيت، ولكن يؤخذ على هذا الامتحان انه كذا. فيه قصور في الناحيه كيت وكيت وكيت وهكذا. تمام. تمام. اذن فالعولمه لها مزايا، وعزيز الطالب العولمه لها مزايا، وهذه النقطه ايضا من يعني النقاط اللي هي موضوع في موضوع سؤال في نهايه العام. تمام. ويمكن 2013 جه سؤال في هذه الجزئيه هذه الجزئيه مهمه جدا جدا. طيب ما هي مزايا العولمة؟ طبعا فيه ثمه مزايا كبيرة للعولمة، فيتحول العالم إلى قرية كونية صغيرة تمكن الشعوب المختلفة من عزيز الطالب. احنا هنا صغنا اللي هي الجزئية اللي هي المقدمة ده علشان ده بيعمل ربط بينه وبين المزايا الأخرى. يبقى هناك ثمه مزايا كثيرة للعولمة، فيتحول العالم إلى قرية كونية صغيرة تمكن الشعوب المختلفة من الاستفادة من خبرات الشعوب المختلفة. الاستفادة من خبرات الشعوب المختلفة. يعني خاصة قلنا بقى دلوقتي الجزئية دي إيه المقصود بيها؟ الخبرات. الخبرات. معنى على سبيل المثال احنا دلوقتي مثلا فيه دولة ما كناش عاملين معها علاقات سابقة. تمام.
تمام. لكن نظام العولمة ده ايه اجبرنا ان احنا لابد ان احنا نعمل علاقة مع هذه الدولة تمام. فحصل فيها في هذه الدولة حصل فيها مثلا مشكلة، مثلا مشكلة طبيعية مثلا زي فيضانات، زي مثلا قلة أمطار، أي مشكلة من المشكلة، مشكلة اقتصادية، أي تمام؟ مشاكل فالدولة دي عملت إيه؟ استطاعت أن تتعامل بفاعلية مع هذه إيه؟ المشكلة. تمام؟ فأنا العولمة مكنتني بإيه بقى؟ أنا افرض مثلا حصلت عندي مشكلة شبه هذه المشكلة، يبقى أقدر ده نفس المشكلة اللي حصلت مثلا في الدولة الفلانية، طب نتصل بيهم، طب انتوا عملتوا ايه؟ احنا عملنا واحد اثنين ثلاثة، وناخد في بالنا ايه الفروق هنا ايه الثقافية. طبعا احنا بنتكلم عن عولمة وبعد تمام. يبقى انا في هذه الحالة استطيع ان استفيد ايه من خبرات الدول الاخرى. تمام، يعني مش لابد ان انا اطبق نفس الخريطة اللي عملوها في المجتمع لا بتاعي. احنا اهم حاجة ايه، طيب مثلا هم عندهم امكانات يمكن متفوقين عننا، او احنا مثلا احنا عندنا امكانيات ونكون متفوقين عنه. او مثال اخر يا استاذ ايمن، الاستفاده من خبرات الدول الثانيه. على سبيل المثال الدوله دي مثلا ايه ما عندهاش مثلا يعني ايه فيه مرض معين مثلا منتشر في مصر تمام، من الامراض اللي هي مثلا زي فيروسي او اخر الامراض المزمنه دي وفي دوله ثانيه استطاعت ان تقضي على هذا الفيروس تمام. يبقى انا في هذه الحاله استطيع ان استفاد من خبرات هذه الدول او الشعوب الاخرى. طبعا ده كان قبل كان صعب قوي زمان، لكن اصبح الان مع وجود قريه عالميه او مجتمع كوني واحد، عالم صغير تشابه فيه كل الثقافات او كل الحضارات الى حد ما، لكن ممكن استفيد من خبرات المجتمعات الاخرى، وده مش عيب يا دكتور حسني. لا على الاطلاق ده مش عيب. ممكن على فكره مجتمع غربي، مجتمع متقدم يستفيد مني، كنت معلم ثالث، ده لا يضر ابدا بثقافتي او بحضاراتي التي لابد ان امتاز بها او امتلكها في اي مجتمع ما. تمام. طيب تاني حاجه، الاستفاده من بعض الافكار التي تطرح على المستوى الدولي مثل حقوق الانسان والمساواه بين الجنسين. الاستفاده من بعض الافكار اللي خلي بالك ان الافكار دي يا استاذ ايمن دي بتتوقف عليها يعني وضعك عالميا، سواء من الناحيه الاقتصاديه او من الناحيه السياسيه او من الناحيه وهكذا. يبقى مثلا على سبيل المثال قد تكون مثلا احترامك لحقوق الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة بما يتفق مع الشرع، المساواة بين الرجل والمرأة بما يتفق مع الشرع، يبقى ده خلي بالك من الممكن ان ده هيقول لك ان هذا المجتمع مجتمع يعني ايه محترم، هذا المجتمع ده لابد ان احنا ايه يعني فيه اجواء يعني مناسبة ان احنا نستثمر اموالنا فيه، ومن ممكن ان تأتي لك الشركات وهكذا. تمام. يبقى إذن احترامك لهذه الأفكار، لهذه الأفكار اللي هي مثلا احترام حقوق الإنسان أو المساواة بين الرجل والمرأة، ده بيفيد أو بوضع أو بشكل آخر، أو قد مثلا ممكن إيه ده إن لما أنت بتحترم حقوق الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة، فده خلي بالك ده بيحقق نوع من الديمقراطية واحترام أفراد الشعب وهكذا. فده من ناحية أخرى ده بيؤدي إلى إيه؟ إلى نهضة المجتمع والتماسك والترابط بين إيه؟ بين الأفراد. دكتور حسني توقف قليلا عند كلمة الأفكار دي لأنها مهمة جدا. أي اختراع وأي اكتشاف وأي تخطيط بيبدأ بفكرة بسيطة، لماذا لا نستفيد من خبرات الغرب؟ نعم. لماذا نستفيد من الأفكار الغربية؟ إيه اللي يمنع؟ هناك بعض طبعا الآراء مش عايزين نسميها حاجات خطأ، ولكن في آراء تقول لك لا أنا أنغلق على نفسي، ده مجتمع غربي، ده فيه وفيه وفيه. مين اللي قال الكلام ده كله؟ المجتمع دوت مش هاخد منه كل حاجة، قلنا في بداية حياتنا النهاردة هاخد ما يناسبني من النواحي الاقتصادية، من نواحي السياسية، من نواحي مثلا التربوية، من نواحي الثقافية. إيه اللي يمنع؟ العولمة مش معناه أنغلق على نفسي وأقول ده أنا هبتعد عن الغرب لأن هيعمل كت وكت وكت. لا، المفترض إن في هناك مزايا زي ما ليها عيوب، لكن فيها مزايا. الآن بنذكر مزايا العولمة، مزايا كثيرة جدا، مش عايزين نندفع، مش عايزين نبتعد تماما، ولكن نتعامل معاها وفق مصالحنا الشخصية أولا والقومية والمحلية ثانيا. تمام. يبقى ده زي ما حضرتك قلت ده بمثابة الانفتاح على العالم، لأن الانغلاق سيؤدي إلى إيه؟ إلى التخلف. يعني أنا مثلا إيه زي ما يكون واحد مثلا عنده جمود فكري يقول لك إحنا مش هنتفرج على التلفزيون، واحد عنده جمود فكري يقول لك إيه بلاش إحنا مش هنتفرج على التلفزيون وعلى المسلسلات ولا الكلام ده، لأن ده هيؤدي إلى إيه؟ لأن ده هيؤدي إلى يعني أخلاقيات أفراد الأسرة. هل هذا صحيح؟ لا طبعا.
انا المفروض ان انا يعني ايه انتقي. يعني انتقي المسلسلات والافلام التي يعني ايه اشاهدها، لانها قد تعالج قضايا في منتهى الاهميه. والواحد الشاطر هو ايه اللي يخرج من اي مسلسل بيشاهده او اي حلقه تلفزيونيه او الاخره بايه بفائده بتعود عليه في حياته. هذا ايه، هذا هو يعني الاهم. ان انا مثلا اقرا كتاب، مش المهم ان انا يكون عندي ايه كم من المعلومات، ولكن الأهم من ذلك إن أنا أستطيع أن أطبق هذه المعلومات والمفاهيم والحقائق في حياتي. تمام. تمام؟ ممكن فيلم دكتور حسني يعالج قضية، نعم، ممكن كتاب محمد رشيد يعالجها، نعم، في لقطة واحدة، نعم، في مسلسل واحد، تمام، يعالج مشاكل كثيرة جدا. نعم. بنقول هنا خد اللي أنت يناسبك واترك ما لا يناسبك، نعم، لكن ما تتركش الكل عشان أقول الجزء فيه شيء خطأ. تمام. نعم. بس أهم حاجة إن إحنا يعني ننفتح على الآخرين، ولكن ايه ان احنا يبقى عندنا يعني زي ما نقول ايه، يعني عارف انت السدير اللي هو بيتلبس ده الواقي من الرصاص. تمام. ان احنا نقي انفسنا من اخطار العولمه من خلال ايه، ها، ان احنا نلبس مثل هذا السدير، ولكن ايه هو سدير القيم. تمام. ان احنا لابد ان احنا ايه يكون عندنا قيم واخلاقيات ونطبقها في مثل هذه المواقف، فده اللي بيؤدي الى ايه، اننا لا نتاثر سلبيا بإيه؟ بثقافة الآخرين. طيب، لابد أيضا أن من مزايا العولمة بتقول التفاعل مع الظروف العالمية دون فقد للهوية الثقافية والوعي بالآثار المختلفة للعولمة. يبقى التفاعل مع الظروف العالمية، التفاعل مع الظروف العالمية، ويمكن مصر سبقة لهذا الوضع. أما مثلا من ضمن الظروف دي أن مثلا إيه لما أرسلت مثلا إيه الجيش بتاعنا الباسل وقواتنا المسلحة العظيمة، لما أرسلت مثلا بعض قوات حفظ السلام مثلا إلى بعض الدول، هذا فيه تفاعل مع الظروف العالمية. تخلي بالك ده فيه عائد ليك، سواء إذا كان عائد غير مباشر، بمعنى أن أنت بتستفاد وتشوف الناس دي بتفكر إزاي والناس دي بتتعامل مع المواقف إزاي، يبقى ليه فيه استفادة. أيضا مثلا على سبيل المثال من ضمن مثلا الظروف العالمية، أما احنا مثلا لما حدثت مثلا الأزمة العالمية في موضوع مثلا ايه انخفاض قيمة مثلا للدولار والجنيه والأزمة المالية التي قد حدثت من خلال سنوات. تمام. احنا استفدنا، احنا لم ننغلق على أنفسنا، ولكن احنا استفدنا ان احنا ازاي، ويمكن مصر والحمد لله رب العالمين لم تتأثر يعني تأثيرا كبيرا زي ما حصل في الدول الأخرى. وإحنا خرجنا من هذا الموقف مستفيدين، إن إحنا تعرفنا على يعني السلبيات التي أدت إلى ذلك. طيب والإيجابيات التي من الممكن أن ندعم بها موقفنا في إيه في المستقبل. تمام. يبقى ده اللي إحنا بنقول معاه الظروف العالمية. تمام. يبقى هنا العولمة أيضا مهمة جدا جدا ولها مزايا كثيرة. وعزيز الطالب، إن هذه الجزئية من العولمة زي ما قلت إنها موضع سؤال، ويأتي السؤال عليها في الامتحان على النحو التالي. يأتي السؤال يا أستاذ أيمن، يقول لك استخلص أهم إيجابيات العولمة في ضوء ما درسته. خلي بالك السؤال ده فيه تكة، لأن أصلا هو ما فيش إيجابيات. يعني وخلي بالنا أعزائي الطلبة، لازم أن يكون عندنا مرونة فكرية. مش لازم الامتحان يجي ويقول لك ما هي مزايا العولمة، ما هي المزايا هي الإيجابيات. بالضبط كده. يبقى أعزائي الطلبة، لأن إحنا ما نحفظش حفظ ايه يعني على علته، لازم ان احنا نعمل ايه الفكر. يبقى المزايا دي اللي هي ايه الايجابيات. تمام؟ تمام. يبقى الطالب من الممكن اللي هو بيحفظ بقى ايه حفظ مسطره، يجي في الامتحان يقول لك ما فيش حاجه اسمها ايجابيات في العولمه. لا، في حاجه اسمها ايجابيات، ولكن بشكل اخر. انت راجل في الثانويه العامه وبتدرس لغه عربيه، ويعني عنده حصيله مفردات الكلمات. نعم نعم. اذا أما يجي السؤال يقول لك استخلص أهم إيجابيات العولمة في ضوء ما درست، هذا هو مزايا العولمة. تمام. يبقى السؤال هو إيه؟ مزايا العولمة. إيه العولمة. تمام؟ السؤال يأتي بصيغة أخرى يقول حدد مزايا العولمة. يبقى دي واضحة، السؤال ده واضح وإيه؟ ومباشر. تقول للعولمة العديد من المزايا، أكد صدق هذه العبارة. وإن كان بصيغة أخرى ولكنه هو نفس الإجابة. ولكن هو نفس إيه؟ الإجابة. السؤال عزيز الطالب يأتي بصيغة أخرى يقول لك رغم سلبيات العولمة إلا أنها تتميز بالعديد من الإيجابيات. حلل هذه العبارة. تمام؟ يبقى خلي بالك عزيز الطالب، لما يجي لك سؤال يقول لك حلل هذه العبارة، معناها أن أنت هتذكر له نقاط الإجابة في نقاط محددة، زي ما ذكرناها منذ إيه لحظات. يعني مش شكل مقال. لا، مش شكل مقال. تمام تمام.
يبقى ده هو عاوز يقيس قدرتك على التحليل وعلى التفنيد، تمام. وازاي ان انت تستطيع ان تقوم بالتلخيص، وازاي تستطيع ان انت تقوم بصياغة ايه الفقرات في ايه في شكل بسيط وايه وواضح. تمام. يبقى عزيز الطالب طرحنا على حضراتكم العديد من الأسئلة التي لا يمكن، اعتقد انه من يقوم بوضع الامتحان يعني احنا بنحاول نحن يعني نضع اكبر 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 عدد من الأسئلة بصياغات مختلفة. عزيز الطالب سجل مثل هذه الأسئلة، أسئلة مهمة 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 وفي غاية الأهمية. تمام دكتور حسن، نقدر نقول دلوقتي الأسئلة دي ممكن تكون موجودة في الامتحان بأي صيغة من تلك الصيغ. تمام. واحنا بنتوقع كل الصيغة التي من الممكن أن تأتي في الامتحان. يبقى أنت عزيز الطالب أي سؤال هيجي لك مش غريب عليك. وخلي بالكم حدث في الأعوام يعني الماضية بجهد الزملاء والتعاون فيما بيننا، وطبعا كان فيه حصيلة من مثل هذه الأسئلة والتي لم يخرج منها الامتحان، فإن شاء الله نتمنى ذلك في هذا العام. طيب يبقى احنا قلنا مزايا أستاذ أيمن وإيجابيات، زي احنا قلنا ايه ان احنا بنذكر المزايا في البداية وبعدين ايه نتطرق الى ايه أثار العولمة من الناحية الاجتماعية وايه والثقافية. دكتور حسن، انا ممكن لو قلت بقى هنا الآثار للعولمة. نعم. احنا من قليل ان العولمة لها مزايا. نعم. حضرتك قلت تفضل ان ممكن يجي في الامتحان يقول لي ايجابيات العولمة. نعم. طب دلوقتي انا عندي فعلا بيقول اثار العولمة. هل ممكن هنا بين قوسين احطها سلبيات العولمة؟ ولا مش ممكن؟ لا ممكن. تمام. خلي بالنا عايزين الطالب اهو، دكتور حسن بيقول لنا النهارده ونخلي بالنا. انا عندي في عنوانين في المنهج. في عنوان بيقول مزايا العولمة، بين قوسين اكتب كده في كتاب المدرسة ايجابيات العولمة. طب في جزء ثاني بيقول اثار العولمة. بين قوسين برضه اكتب سلبيات العولمة. خلي بالنا اذا كان هناك ايجابيات لشيء اكيد برضه هناك بعض السلبيات. نخلي بالنا عايزين الطلبة لما نقول لي انكت شيء، النهارده دكتور حسن اتفضل وقال كلمة انكت شيء مش معناه بجيب الشيء ده واطلع كل سلبياته. كلمة النقد اسمع اقول لك ايه، ناقد سينمائي او ناقد رياضي يعني محلل. طيب النقد بيعمل ايه؟ بيطلع ايجابيات وسلبيات. مفيش شيء في الدنيا كله ايجابيات او شيء تاني كله سلبيات. عرفنا السلبيات الان بقى، او عرفنا الايجابيات الان مع السلبيات، او في كتابنا لازم مكتوب ايه اثار العولمه. اول جزء عندنا دكتور حسني هو الاختلاف والتباين بين جوانب المجتمع المختلفه او المجتمعات المختلفه. نعم تمام. نعم. تاني اثر من اثار العولمه من الناحيه الاجتماعيه والثقافيه انتشار النزعه الاستهلاكيه. ثالث اثر للعولمه من الناحيه الاجتماعيه والثقافيه العنف والإرهاب. طيب نتناول هذه الأجزاء تفصيليا على النحو التالي. التباين في مستوى المعيشة في الوقت الذي يعني الذي تعمل فيه العولمة على توحيد العالم، فإنها بتؤدي إلى تعميق صور التباين بين الدول. اختلافات. طيب من ضمن هذه الصور، من أهم صور التباين ده، إن دول الشمال تزداد غنى ودول الجنوب تزداد فقرا. يبقى الدول اللي هي إيه في الشمال، اللي هي إيه في القارة مثلا شمال القارة أمريكا الشمالية وأوروبا، دي بنقول عليها دول إيه الشمال، دول الشمال ودول الجنوب اللي هي إيه أفريقيا أمريكا اللاتينية ودول آسيا. طيب دول الشمال بتزداد غنى ودول الجنوب بتزداد ايه فقرا. طب ده راجع لايه؟ ده راجع لحاجتين. اول حاجه التخلف التكنولوجي في دول الجنوب، انخفاض معدلات التنميه الاقتصاديه في ايه في دول الجنوب. يبقى ده اللي خلى الحاجتين دول، وخلي بالك هنا بيقول لك تخلف التكنولوجيا، تخلف ايه التكنولوجيا. ومن ضمن الاثار يعني من ضمن المسببات والاسباب التي تؤدي الى انتشار العولمه والتي ايضا بتؤدي الى التقدم والتحضر، اللي هي ايه اللي هي التكنولوجيا، يعني الوسائل التكنولوجيه. يعني انا دكتور حسن احنا كنا بنقول ان العولمه لها بعض السلبيات، انا بذكرها او المنهج بيذكرها عشان حاجه واحده نستفيد. نعم. ونحاول نقلل من تلك السلبيات ان استطعنا ان نتلاشاها تماما خير وبركه. ما قدرناش طبعا ده امر صعب معروف عالميا، هنا بنقول بنقلل شويه من الاثار بتاعتها. هي بالفعل هناك الكرة الأرضية انقسمت نصفين تقريبا، يعني في جزء شمالي
بيزداد غنى، جزء جنوبي يزداد فقرا. اللي بيملك وسائل انتاج سواء بقى مال او ادوات او مواد خام بياخدها من دول الجنوب او عنده المواد ديت هي دول الشمال. ليه؟ عندها اصلا التكنولوجيا الحديثه موجوده، التكنولوجيا موجوده. طب والدول الجنوبيه التكنولوجيا عندها الى حد ما ضعيفه او فقيره، فبالتالي بنقول اللي هو بتزداد بتتسع ما بين دول غنيه ودول فقيره، بتزداد فقر وبالتالي بتزداد غنى. طب نقرب ازاي او نقلل الفجوه دي ازاي او اللي هو دي ازاي؟ دي عن طريق بقى دول الجنوب، ولعب بنجد كثير من المؤتمرات العالميه لدول العالم الثالث عشان تبدا تتلاشى الاثار السلبيه للعولمه وتعمل معدلات تنميه جديده من اجل رفع مستواها التنموي الاقتصادي عشان تلحق بدول الشمال. تمام. نعم. يبقى عزيز الطالب التباين في مستوى المعيشه، يبقى الجزئيه دي هنجاوب عليها لو جالنا سؤال في ثلاثه نقاط. النقطة الأولانية إن بنقول إن في العولمة، إن العولمة في الوقت اللي بتعمل فيه على توحيد العالم بتجي من ناحية أخرى، ها، وبتؤدي إلى إيه؟ إلى تعميق صور التباين. طب من صور التباين ده إيه؟ إن دول الشمال متقدمة ودول الجنوب إيه؟ يعني إيه؟ متخلفة وإيه؟ وطبعا معدلات التنمية فيها ضعيفة. طيب، طب ده راجع لإيه؟ للتخلف التكنولوجي في دول الجنوب، لانخفاض معدلات التنمية الاقتصادية أيضا في دول الجنوب. طيب دول الجنوب بتعمل إيه؟ بتنادي بوجود نظام دولي يقرب إيه المسافات اللي هي إيه، يعني مش المسافات اللي هي الأرضية، ولكن لا. إيه تقليل إيه المسافات يعني. الاقتصادية، أو بالمعنى الأصح إيه، إن إحنا نقلل الفروق دي بين الدول الجنوبية والدول الشمالية. على سبيل المثال إن دول الشمال تستثمر بعض استثماراتها في الجنوب، إن أيضا تقوم بمد الدول الجنوب ببعض إيه التقدم، يعني النواحي اللي هي المتقدمة تكنولوجيا وهكذا، إنها تعطي لها بعض المنح التي لا ترد صدق النقد الدولي. تمام. فكل هذا ده بيؤدي إلى محاولة التقريب الفجوة بين دول الشمال ودول الجنوب. تمام. ننتقل إلى الأسئلة التي من الممكن أن تأتي على هذه الجزئية. السؤال يقول: تؤدي العولمة إلى تعميق صور التباين بين الدول، تؤدي العولمة إلى تعميق صور التباين بين الدول، دلل على ذلك بالأمثلة. يعني هو جاب لك هنا بقى، والسؤال لما بيأتي بهذه النقطة، لما كنتش أنت يعني عزيز الطالب على دراية وعلى وعي وبتقرأ بفهم ودراية، مش هتقدر تجاوب على هذا السؤال. اللي بيقول لك العولمة تؤدي إلى تعميق صور التباين بين الدول، أنت متعود إن إيه بتؤدي إلى إيه؟ اللي بتقرب المستويات وفيها إيجابيات وفيها مزايا. تمام. هو جاب لك السؤال من الفقرة التحليلية اللي هي بتوضح التباين بين إيه؟ بين إيه؟ دول العالم. تمام. يبقى تؤدي العولمة إلى تعميق صور التباين بين الدول، دلل على ذلك إيه؟ بالأمثلة. السؤال يأتي يعني بصيغة أخرى، ينتج عن العولمة تباين في مستوى التنمية بين دول العالم، دلل على ذلك أو دلل على صدق هذه العبارة. دلل على ذلك، أو السؤال ممكن يقول لك دلل على ذلك، أو ممكن بصيغة أخرى أيضا دلل على صدق هذه العبارة. يبقى عزيز الطالب السؤالين دول من الممكن أن يأتوا بهذه الصيغة على هذه الجزئية. تمام. تمام. يبقى احنا كده استاذ ايمن، احنا الحمد لله يعني احنا بنحاول ان احنا نشرح كل جزئية ونطرح عليها كل الأسئلة. تمام. بكل الصيغة التي من الممكن ان تاتي في الامتحان. تمام. مش عايزين برضه نقول للطالب انت ورقة امتحانية بس طول عام الدراسي، لا، احنا عايزين اذقنا طلبة وطالبات نفهم المادة، اي مادة، ما تكلمش على علم النفس وعلم الاجتماع، اي مادة في الدنيا تفهم تحفظ تلقائيا بشكل سهل. المادة بتاعتنا فيها حفظ لا ننكر، لكن بنقول افهم الاول الماده اخر السنه، مش الاسئله كلها مباشره، مش يقول لك حدد واذكر ما المقصود بيه، لا، هيقول لك اكد صدق هذه العباره، دلل على صدق العباره، دلل بالامثله، هيقول لي مثلا اذكر مبرراتك. دي كلها انواع اسئله او صيغ اسئله لازم الطالب يتدرب عليها، والحمد لله بنتدرب عليها كل حلقه عندنا في علم وعلم اجتماع، بحيث الطالب اخر السنه هيقول والله الاسئله دي كلها جات لي اثناء العام الدراسي في حلقات النيل التعليمي. فنخلي بالنا اذا الطلبه بنك اسئله معانا في كل حلقه وكل فقره لينا، بنقول نخلي بالنا من الاسئله في كل جزئيه في كل فصل في كل باب
دي اسئله مهمه جدا لا يخرج منها امتحان اخر العام، وباذن الله بالتوفيق اخر العام. تمام دكتور حسن. طبعا عندنا اللي بقول برضو بقى هناك اثار اخرى غير التباين بين معدلات التنميه، اكيد في برضو اثار ثانيه سلبيه قد تكون في داخل العالم. اتفضل. نعم. اللي هو انتشار النزعه الاستهلاكيه، انتشار النزعه الاستهلاكيه بمعنى ايه؟ ان احنا عندنا زي ما احنا قلنا ان في العولمه بتتشابه ايه؟ عندي في ثلاث حاجات بيتشابهوا، انماط الانتاج والتجاره والاستهلاك. انماط ايه؟ انماط الانتاج والتجاره وايه؟ والاستهلاك. والاستهلاك. طيب ده مرتبط ايضا بانتشار النزعه الاستهلاكيه. النزعه الاستهلاكيه. طيب ده بيظهر ازاي؟ ان بيصاحب العولمه انتشار قيم الاستهلاك، وما دام بتنتشر قيم الاستهلاك بيتحول الى الاستهلاك الى قيمه في حد ذاته، الى قيمه ايه؟ في حد ذاته. وهوضح لابنائنا الطلاب هذا الكلام بعد ذكر ايه؟ النقطه الثانيه. طيب بتفرض العولمه على البشر صورا من الاستهلاك تتجاوز حاجاتهم الأساسية والكمالية، وبيصبح الاستهلاك هنا هدف في حد ذاته. يعني إيه الكلام ده؟ الكلام ده لما نيجي مثلا على سبيل المثال دلوقتي بعض الأفراد في مجتمعنا معاه ثلاث تليفونات أو معاه ثلاث خطوط، تمام؟ تمام. على الرغم من الممكن أن خط واحد تليفونية يا في الغرض ولكن إيه ده؟ معاه ثلاث خطوط، تمام، وبيشحن الثلاث خطوط كل شهر، وبيضطر بيبص على كل ايه خط على الارقام وهكذا. يبقى ده يعني ايه؟ ده بيؤدي الى استهلاك الوقت والى استهلاك المال والى استهلاك ايه النظر كذلك. طيب بعض الافراد يبقى ده خلي بالك ان التليفون اصبح من الاساسيات دلوقتي والضروريات. طيب ده الانسان حوله الى ايه؟ الى كماليات واكثر من الكماليات. طيب واحد مثلا على سبيل المثال معاه ثلاث خطوط تليفون وراح جاب ايه؟ تاب مثلا. طب ما ممكن في تليفون يؤدي هذا الغرض. يبقى ده بنقول ان دي انتشار النزعه الاستهلاكيه لمين؟ للعولمه. يعني اصبح الاستهلاك هدف في حد ذاته. اصبح هدف. تمام. انا ممكن معايا تليفون واحد فقط لا غير، وده يؤدي الغرض. تمام. استطيع ان يقوم بالثلاث ادوار اللي هم بتوع ايه؟ الخطوط الاخرى. تمام. يعني لو بص كده كل واحد يسال نفسه. أيوة. لو انا محتاج مش اربعه، لو محتاج خمس ست خطوط ماشي، ده لو انا محتاج. بعض رجال اعمال بيحتاج كده ماشي، لكن هل انا كانسان مثلا كطالب، انا اقول مثال الطلب مجالنا الطلب، هل الطالب الان محتاج الخطين والثلاثه والاربعه؟ لا. بس ده سؤال نسال نفسنا ليه؟ لان دلوقتي الناس على الشركات بالفعل بتستنفذ اموال الاسر. نعم. ودي حاجه واقعيه، ما بنقولش ان احنا هنرجع على التخلف، محدش يستخدم، ما بنقولش حد خالص الكلام ده، محدش يستخدم موبايل، لا، لازم شيء ضروري وشيء اساس، ولكن لازم هنا بقى ترشيد الاستهلاك مش في موبايل، في جميع الاشياء. مش اي اكله جايه جديده جربتها مره وبعدين ثلاثه واربعه، خلاص انا جربتها مره لقيتها مش قد كده مفيش مشكله، لكن ما بقاش بقى عندنا النزعه الاستهلاكيه، استهلاك لهدف او لحد ذاته مش لمجرد افاء الغرض بتاعه. تمام. تمام. يبقى دي ايه؟ انتشار النزعه ايه؟ الاستهلاكيه. طب في عوامل بتؤدي الى السباق في التنافس الخاص بالاستهلاك. طيب ما هي هذه العوامل؟ العوامل دي بتتمثل، هناك عدة عوامل ساعدت على التنافس في الاستهلاك، وهي التقليد. بنقلد بعضينا. للأسف المرير، وده بيظهر بين الشباب. ان واحد مثلا ايه ربنا كرمه كده وحالته المادية مستريحة، وبغير مثلا تليفونه مثلا كل مثلا ايه كم شهر، ما يجيش انا علشان ايه يعني اماشي زميلي وجار زميلي ان انا مثلا ايه ارهق ابويا مثلا او والدي ماديا واقول له انا عاوز تليفون زي زميلي. تمام. يبقى ده من ضمن العوامل التي تؤدي الى ايه؟ الى انتشار النزعه الاستهلاكيه. النزعه ايه؟ الاستهلاكيه، حيث يندفع الافراد الى تقليد بعضهم البعض. انا شفت زميلي مثلا جاب مثلا ايه موبايل مثلا احدث حاجه، وانا ايه طب انا معايا حاجه كويسه بتقضي الغرض، لا انا عاوز ايه موبايل اخر. طيب الحاجة بقى المهمة ان كل ما الانسان شبع قام باشباع رغبة استهلاكية بتظهر هناك رغبة اخرى. يعني مثلا واحد جاب ايه احدث حاجة تليفون مثلا، عند التليفون لابنائنا الطلاب بتظهر عنده رغبة تانية على الرغم انها من الكماليات، يعني هو مش محتاجة، محتاج تاب. تمام. او ممكن مثلا هو عنده مثلا لابتوب او جهاز كمبيوتر في البيت، هو عاوز مثلا ايه بدل اللابتوب اللي هو كبير، لا هو عاوز حاجه صغيره وهكذا. يبقى ده احنا بنقول ده اللي هو التقليد، يبقى ده اللي هو بيؤدي لانتشار النزعه ايه الاستهلاكيه. تمام.
تمام. الحاجة التانية التقدم في مجال الدعاية، التقدم في مجال ايه الدعاية، وده اللي بيلعب فيه الإعلام دور على أعلى مستوى، اللي هو من خلال ايه الإعلانات اللي هي موجودة في التشويق بقى بتاع الإعلانات تمام، أو حتى فين في الفاترين ان هم بيستخدموا طريقة العرض فنون عرض السلع على جذب الأفراد في عالم ايه الاستهلاك. وده خاصة مثلا ايه في الملابس، بتلقى مثلا كده ايه حاطط الوان كده مع بعضها ايه يعني بحيث يجذب ايه انتباه ايه الاخرين وهكذا. يبقى ده ايضا من ضمن العوامل التي تؤدي الى ايه الى زياده ايه الاستهلاك. طبعا الربط بين الاستهلاك والمكانه الاجتماعيه، حيث يميل الناس الى اعطاء مكانه كبيره لمن يستهلك اكثر، وده يمكن بيظهر عندنا فين في بعض المجتمعات زي مثلا في الارياف، يقول لك مثلا الحاج فلان ده راجل ايه يعني صاحب مكانه وصاحب نفوذ، مثلا ايه مثلا لما يكون عنده مناسبه يذبح مثلا على سبيل المثال 10 ذبائح مثلا، على الرغم انه اللي يكفي لذلك هم ايه يعني ذبيحتين بس فقط لا غير، لكن هنا عشان ارتبط بمكانته الاجتماعيه فالناس فعل. فالناس تقول لك ايه بقى، يا سلام ده الراجل ده اللي هو ذبح 10 ذبائح ده، يا سلام ده الراجل ده صاحب نفوذ وصاحب وهكذا. أصبح يبقى هنا تحول ايه، يبقى تحول ان الانسان لما بيستهلك اكثر ده بنقول عليه ايه انه ذات مكانه عاليه تمام، يبقى ده بيؤدي الى انتشار النزعه ايه الاستهلاكي تمام. طيب ناخذ الاسئله التي ممكن تاتي على هذه الجزئيه. بيقول لك يصاحب العولمه انتشار قيم الاستهلاك، حيث يتحول الاستهلاك الى ايه يعني الى نزعه استهلاكيه، دلل على ذلك تمام. السؤال ياتي بصيغه اخرى، بتفرض العولمه على البشر صورا من الاستهلاك تتجاوز حاجاتهم الاساسيه والكماليه، دلل على ذلك او اكد على صدق هذه العباره. يبقى السؤالين دول مش مباشرين، السؤالين دول فيهم تحوير شويه، ولو مس هذا السؤال جه في الامتحان هيكون هو ايه التكه الموجوده في الامتحان. يبقى هو هنا من عاوز من حضرتك ايه ان انت تذكر له ايه العوامل التي تؤدي الى ايه النزعه الاستهلاكيه تمام. السؤال بيقول لك يرجع التنفس في الاستهلاك الى العديد من العوامل، دلل على ذلك او اكد صحه هذه العباره. السؤال ممكن ياتي بصيغه اخرى، يقول لك دلل بالامثله على ان هناك عوامل تساعد على التنافس في ميدان الاستهلاك. طيب ناتي الى الاثر الثالث والاخير، العنف والارهاب. العنف والارهاب، العنف في معناه ايه؟ هو تفشي صور الجريمه العنيفه مثل القتل والاغتصاب وتدمير ممتلكات الغير. طيب ما المقصود بالارهاب؟ الارهاب يتجسد في صور العنف التي يصاحبها تخويف وترويع للسكان وزعزعة الأمن والاستقرار بهدف اغتصاب السلطة بطريقة غير مشروعة. الحاجة المهمة والأخطر إن جرائم العنف والإرهاب دي كلفت الدول العديد من الأموال الطائلة وأيضا العديد من الأرواح التي فقدت في الدفاع أو من أجل إيه محاربة التطرف وإيه والعنف. الحاجة المهمة جدا جدا إن بعض الأفراد بيربطوا بين العنف والإرهاب بإيه بتفسيرات مغلوطة للدين، والدين منها براء، لأن كل الأديان بتدعو إلى السلم والسلام والوئام والاستقرار ونبذ العنف والترويع والتخويف. ويمكن نحن في مصر إن شاء الله يعني بفضل يعني جيشها وشعبها وشرطتها إن شاء الله سوف مصر تتغلب على الإرهاب بكل صوره، لأن مصر عظيمة ومصر صاحبة تاريخ وحضارة. دكتور حسني شكرا لحضرتك النهاردة، وبإذن الله لك على خير في حلقات قادمة. شكرا لحضرتك. إن شاء الله تعالى ربنا أعزائنا الطلبة، لكم على خير في حلقات قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.